يا حياكم الله جميعا. احنا ما عاد نتكلمش عن جزئيات الوقت، يعني بيض الله وجيه الشباب، كل واحد بيحاول قدر الامكان انه يعمل لمسته ويعمل ابداعاته، وبيض الله وجيهكم اللي بتواصلوا بالبرنامج ولا زلتوا بتواصلوا الى هذه اللحظه. حياكم الله جميعا، ان شاء الله حنفرد المساحه للجميع. زي ما بنتكلم انه رقم الواتساب حق البرنامج موجود وظاهر في البرومو، ورقم البرنامج التواصل على التلفون موجود أسفل الشاشة. حياكم الله جميعا، فاصل ونرجع نتواصل معكم. عيدنا وطن بانتظار سيلفي عبر رقم الواتساب التالي، فيه تهانيكم وكلام من القلب إلى القلب، سيتم بثه كل أيام عيد الأضحى المبارك الساعة 9:10 مساء في برنامجكم عيدنا وطن، وكل عام وانتو بألف ألف خير. حياكم جميعا، أهلا وسهلا بالجميع. رقم التلفون اللي ظاهر أسفل الشاشة هو 002-002 أشراف 002-02-374-8292 أو 002-02-374-9975. خلال الحلقتين اللي راحت يعني كان تواصلكم ولا أروع، وكان كلام من القلب إلى القلب، وإحنا نتقبل الجميع بكل آرائهم بمختلف أطيافهم. قناة اليمن اليوم هي قناة الجميع، أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله جميعا. وزي ما اللقطات اللي بتظهر معاكم ما بيقصروا شباب بيظهروها، يعني وإحنا بنتكلم عن فرحة العيد في جمهورية مصر العربية الشقيقة، الله ناساله يديم عليهم أفراحهم دائما وأبدا. زي ما قلنا كن المفروض أنه إحنا نعمل مقارنة، أنه يا جماعة الخير يفترض أن إحنا نصل إلى مرحلة بناء الوطن، نصل إلى مرحلة الأمن والأمان، نصل إلى مرحلة بناء الإنسان، نصل إلى مرحلة حماية الأوطان بالطريقة اللي بتعتمل في البلد، والحرب اللي حاصلة لن نستطيع أن نصل إلى هذه المرحلة مطلقا. عصام اهلا وسهلا. يا عصام هلا، كيف حالك؟ الله يعافيك، كيف الحال؟ الله يعافيك، اخبارك طيب؟ مسكن، اخباركم؟ والله اخبار خير، وايش العلوم وايش الاخبار؟ والله سكون عندكم. روح عصام ما فيش مشكله، احنا زي ما قلنا هذا رقم التلفون الخاص بالبرنامج، اهلا وسهلا بالجميع، يهنئوا من ما شاء، وخصوصا المغتربين اللي خارج اليمن في أصقاع الدنيا. ما شاء الله اليمنيين منتشرين يعني بحثا عن رزقهم ورزق أولادهم وتطوير حياتهم وحماية مستقبل أبنائهم، منتشرين في أصقاع الأرض بيحسوا بمرارة الغربة، وأهاليهم أيضا بيحسوا بذلك، يعني إحساس مؤلم جدا، ولكن الحمد لله رب العالمين. تفضل إيهاب أبو شهاب، حياك. ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عيد مبارك. فصل الخط، ما فيش مشكله ما فيش مشكله، اهلا وسهلا بالجميع. يلا من، اهلا وسهلا يا عبد الرحمن. احنا خصوصا يا شباب اللي بيتصلوا من داخل الوطن حاولوا على طول، ولو انا اقطعوا لي الفكره وقولوا معانا متصل من اليمن على اساس ما نخسرهمش. تفضل تفضل يا عبد الرحمن. اهلا وسهلا. علي عبد الرحمن. يا عبد الرحمن اهلا وسهلا، تفضل. كيف حالك؟ الله يعافيك، كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير. اهلا اهلا، وطي الصوت حق التلفزيون شويه. اخبارك؟ والله مسكن، اخبارك؟ عيد مبارك على الجميع ان شاء الله. عيد مبارك. لا زال عبد الرحمن بيسمعني من الشاشه، ما فيش مشكله، هاتوا اللي بتصل لي بعده.
علي 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 السيد. نعم. اهلا وسهلا. الله. الو. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك، كيف حالك؟ الله يعافيك، اهلا وسهلا. نعم علي السيد من ماربخي. اهلا وسهلا يا اخي علي السيد، اهلا وسهلا. اولا نحيي كل قواعد وانصار المؤتمر الشعبي العام بالذكرى 36 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. اهلا وسهلا بك. فصل 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 الخط. بشير بشير اهلا وسهلا يا بشير. وبشير فصل، ما فيش مشكلة يا اشرف، الى ان يعني ان شاء الله يعني ترتب الاتصالات وما تكونش فيه فصل في الاتصالات ناخذ علي حسن. يلا علي حسن كيف حالك؟ بخير نحمد الله، احوالكم؟ والله الحمد لله. بس لو توطي صوت التلفزيون. احوالكم ولومكم وكيف العيد عندكم؟ ايش؟ وكيف العيد في اليمن؟ الحمد لله. كيف العيد؟ انت وين انت؟ انا والله في المدينه المنوره واحنا في القاهره. وانتم فين؟ واحنا في القاهره. الله يخارجكم، بس الله يخارج اليمن ان شاء الله. امين يا حياك. ولكن فرحتنا بالعيد ايضا هي بالتواصل معكم، يعني احنا في الاول والاخير ان شاء الله باذن الله هذه فرحه الجميع ان شاء الله. والله يبارك فيكم يا الله يبارك فيك يا اشرف. احنا نطلع نبدا بالفيديوهات لانه فيديوهات كثيره ما شاء الله وصلتنا عن طريق صفحه عن طريق الواتساب الخاص بالبرنامج. دائما انا صفحه البرنامج الواتساب الخاص بالبرنامج. نبدا بالفيديوهات اللي وصلتنا. بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأسماء التهاني والتبريكات إلى العميد طارق محمد عبد الله صالح وإلى أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبطال الجمهورية في كل شبر من أرض اليمن الحبيبة الرحمن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، وكل عام والعميد طارق وأنتم بخير. وإلى الوالد حسان محمد عبد حسان وإلى الأخ فهم حسان محمد عبد حسان وإلى الأخ بسام والأخ عدنان الوافي. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعبنا اليمني العظيم الصابر على كل المحن التي حلت به منذ 2011، كما أخص بالتهنئة لمن يستحقون التهنئة بهذا العيد، إلى جنودنا البواسل في الساحل الغربي للقوات المشتركة بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله ورعاه، ونقول له كل عام وأنت بخير. الشعب ينتظرك، الجمهورية تنتظرك، كلنا ننتظر أن تنتصرون لنعود إلى وطننا. فقد أتعبتنا الغربة واشتقنا للوطن، اشتقنا لأيام ما قبل 2011، اشتقنا للجمهورية، للوحدة، للديمقراطية. كل عام وكل مؤتمري متمسك بوصايا الزعيم بخير وصحة وعافية. كل عام ونحن مؤتمريون متمسكون بوصايا الزعيم، متمسكون بالجمهورية، بالوحدة، بالديمقراطية، بميثاقنا الوطني. كل عام وأنتم بخير. كما أهنئ إخواننا وأصدقائنا الذين يقبعون في سجون الكهنوت الحوثي. كل عام وعفاش طارق بخير، كل عام ومحمد محمد عبد الله صالح بخير وبصحة وعافية، وأتمنى أنه يكون بصحة وعافية وأن يشافيه الله. كما أبعث بالتهنئة لسيادة السفير أحمد علي عبد الله صالح وسيادة العميد يحيى محمد عبد الله صالح. كل عام وأنت بخير وصحة وعافية. الله يرحم الشهيد والزعيم علي عبد الله صالح، وتحية للعميد طارق، وتحية لجميع بيت عفاش كامل، والسفير سفير اليمن وزعيم اليمن أحمد علي عبد الله صالح حفظه الله. نهني يا شعب اليمني العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. ونهني أسرتي العزيزة في محافظة ريما، وكل عام وهم بخير، وشكرا لكم. أهالي محل زيد قاسم واليمنيين جميعا بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وقول لهم كل عام وأنتم بألف خير والشعب اليمني كافة. نهني الشعب اليمني ونهني الأهل والأحباب والأصدقاء في محافظة المحويت، وكل عام وأنتم بخير
والشعب اليمني بخير وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل لي فين أنا على أي كاميرا؟ أيوة على أي كاميرا؟ حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا، ومستمرين معاكم في التواصل. هاتوا لنا المتصلين يا أشرف، هاتوا لنا المتصلين، وهداء وصلاة على رسول الله. أهلا وسهلا، منو؟ تفضل تفضل. ألو ألو. عموما كانوا منورين كل الشباب اللي ظهروا معنا في السيلفي والفيديوهات اللي عملوها، ومنتشرين اليمنيين زي ما قلنا في كل دول العالم، كل واحد عاش فرحته بطريقته ورسل لنا ايضا بطريقته. اهلا وسهلا بالجميع. خلال هذه الحلقة ايضا في فيديوهات حتظهر، كل من رسل لنا ينتظر بس يعني يثبت على قناة اليمن اليوم، وان شاء الله حنظهر بالفيديوهات اللي وصلتنا. ابو رغد يا مرحبا، حياك، عيد مبارك على الجميع. اهلا وسهلا يا ابو رغد. يا مرحبا، اهلا وسهلا فيك، وعيد مبارك، وكل عام وانتم بألف صحة وسلامة يا رب. وانتم بألف خير. ونحب نعيد على رجاجيل الرجال. الله يحييك. اما احنا صراحة يعني ما راح نقدر نعطيهم حقهم ولو تكلمنا من الحين لا يوم المسلم، لأنهم يضحوا أغلى شيء عندهم بدمائهم علشان الأجيال الصاعدة وعلشان الآخرين ينعموا. يعني ناس ما يقدروا، إيش أقول لك أنا، ما يقدروا كمان صحيح، لكن مين يقدر هؤلاء؟ في ناس والله العظيم إنك تشوفهم تقديرهم في قلوبنا والله تخيلك سن بالله. حياك. حازين القدمين يقاتلوا، حازين القدمين بدون حجيان. حتى الجبال الصحاري والرمال احنا منعمين، حتى احنا يعني صح ان احنا بلدان غير البلد، بس لازم قلوبنا تقطر دما على بلدنا. ما هي تقطر دما، والله انها تقطر دما. اقسم بالله، وهؤلاء يعني انصار المسيرة الشيطانية مهما طال الزمن او قصر راح تكون نهايتهم وخيمة، صدقنا، وهذا وعد من اليمنيين. الحين باقت عليهم الحلقة، وبلشوا الناس يعرفوهم، يعرفوا حقيقتهم. يعني مهما قبلوا كل ما اليوم يعني دخلوا مران، بكرة صعدة، كل ما دخلوا محافظة الرجل كان لنا جامل، هي الجوامل يعني تسجل انتصارات، ولا انتصارات تسجل برجاجيل الرجال. حياك يا ابو رغد، حياك، اسلم اسلم اسلم. حياتي لكل حر ابي سامر. اما عنا الثواني لا مقبله في التاريخ. ونعم بك، اسلم اسلم يا ابو رغد. فايز من اين؟ اهلا وسهلا يا فايز. يا فايز فايز ما فيش مشكلة، المعذرة المعذرة، كان معنا متصل، ما فيش مشكلة. من؟ من؟ نبيل. أهلا وسهلا يا علي. أهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا بندر؟ الله يعافيك، كيف حالك يا علي؟ والله الحمد لله تمام يا حياة. أهلا الشعب اليمني العظيم، مبارك. ألو، معك معك أعطينا بندر. أيوة أيوة معك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا الشعب اليمني العظيم، تفضل. الأضحى المبارك، والرئيس عبد الله صالح السابق رحمة الله عليه، الله يرحمه، والزوكة الأواد الزوكة الله يرحمه، عارف أواد الزوكة الله يرحمه الأستاذ عارف. وأهلا الشعب اليمني العظيم جميعا وأخواننا في العيد المبارك، كل عام وانت بخير، والله مع السلامة.
يلا مع السلامة. السلام أحمد صالح. لا وسهلا أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير. وأنا ترحم على الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. الله يرحمه. وتحياتي لكم. الله وتحياتي لك. الله يخليك. أوفقك. غلق السماعة. خلاص قطة. أهلا وسهلا يا حامد. السلام عليكم. حاتم متاش. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. كل عام وانت بألف ألف خير وبصحة بسلامة. كيف حالك يا أخ بندر؟ الله يعافيك. كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يسلمك ويبقيك. كل عام وانت بألف خير وصحة. أخباركم كيف الأجواء العيدية في يريم؟ أكيد أنه في أمطار. الحمد لله. أنا الحين أكلمك من المدينة الشرقية من الدمام. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك فين ما كنت. بس أكيد أنه أنت يعني عارف كيف الأجواء العيدية دائما في محافظة في مدينة يريم. والله أجواء عيدية. اللهم الحمد تمام على كل حال. يا حياك. كيف العيد عندكم؟ والله العيد اللهم الحمد على كل حال تمام. الحمد لله. وكنا مفضلين الأفضل لو كان في اليمن. ولا ينقصنا فعلا لا وضع اليمن. إن شاء الله يتعدى الوضع اليمن بإذن الله. الله يصلح بلادنا. نسأل الله أن يصلح بلادنا. آمين يا الله. يكون خير وعافية وترجع زي ما كانت بعهد الزعيم علي عبد الله صالح رحمه الله. آمين آمين يا الله. آمين يا الله. الله يفتح عليك طول عمرك. كل عام وانت الله يبيك طول عمرك. والشعب اليمني بخير وصحة وسلام. وانت بألف خير يا أخوي. وانت بألف خير. ومنصورين إن شاء الله. أسلم أسلم بإذن الله. أهلا وسهلا. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ الله يحييك. كيف أب؟ أب خضراء جميلة. ولا وناسها طيبين للأمانة. طيبين وانت طيب إن شاء الله. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يعافيك. حياك حياك. كيف العيد في أب؟ والله العيد على ما قال هنا في الغربة. أنت مغترب وين؟ في جدة. بايقع خير. بايقع خير. ويرجعوا الناس أوطانهم بإذن الله تعالى ويتسبر الوضع بإذن الله تعالى ببركة دعاء الناس وببركة تحركات الرجال في الميدان. إن شاء الله. معذر من خير بإذن الله تعالى. وين أصحاب الصدور العارية يا أخي؟ أصحاب الصدور العارية اللي كانوا يتجمعوا بتعزم وكل أصحاب الصدور العارية فين راحوا بالوقت الحاضر؟ مع الأسف عروا ظهر اليمن. شدوا رحلوا. عروا ظهر اليمن ما فيش مشكلة. لكن بإذن الله بإذن الله فين زعتر فين الحذيفي لك الخطيب. بدون ما أذكر أسماء. بدون ما أذكر أسماء. الله صدور العارية صح. إحنا عروها وراحوا. إحنا نترفع ما فيش مشكلة. ربنا كريم. الله يجزي الخير. ربنا كريم. احنا الان نلتف حول وطننا ونبنيه ان شاء الله نحميه. اهلا وسهلا يا علي. نعم اهلا. كيف حالك؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ والله يعافيك. عيد مبارك وكل عام والشعب اليمني في الف خير باذن الله تعالى. الله يسلمك اخي بندر. الو. اي معك والله. تفضل. اولا نهني الشعب اليمني بعيد الاضحى المبارك ونقول تحيه ماربيه لجميع اهل ومارب الحضاره مارب التاريخ مارب التي اسست لكل ابناء الوطن. انت من محافظه مارب؟ نعم. يا حياك. اهلا وسهلا. الله يحييك. ونقول لكم بان مارب فتح ذراعها لكل ابناء الوطن وأنا الشهد. وكانوا أبناء مارب هم السند لكل الأخوة الواصلين إليها وكانوا خير معين لكل من وصلها. مارب بكل مدرياتها يعني ونعم بكم برجال مراد ونعم برجال مديرية حريب وأيضا مارب بكل مديرياتها يعني احملونا على السلامة جميعكم ونعم بكم الأمانة ونعم بكل المحافظات اليمنية ونعم بمن لا يزال حب الوطن في قلبه بيتسع للجميع. من يا أشرف؟ أهلا وسهلا أحمد. كيف الحال؟ عيد سعيد. كيف حالك؟ كل عام وانتم بخير. أحب أهني
أهلي وكلهم في اليمن. أيوة نعم، أبغى أهني أهلي وأهل اليمن كلهم. بإذن الله توصل تهنئتك بإذن الله، وبإذن الله وأهني يعني العميد أحمد علي عبد الله صالح، ونعم بمن ذكرت، وأهني العميد طارق. يا حياك، والحمد لله على الانتصارات. الحمد لله رب العالمين، اللهم ألحم. يا حياك وشكرا وعفوا. سلام. أهلا وسهلا يا عرفات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك. وانتم بألف خير من العايدين إن شاء الله. كيف حالك أخي بندر، كيف حالكم؟ الله يعافيك، كيف حالك يا أخي عرفات؟ الله يفتح عليك. أولا نهني الشعب اليمني العظيم، ونهني الأهل والأقارب بعيد الأضحى المبارك، ونهني القائد الرمز قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد صالح على والجنود البواسل الذين الآن يسطرون أجمل انتصارات ونعم الحوثية الإرهابية، ونعم بك بهم. ونهني السفير أحمد علي عبد الله صالح، ونعم بمن ذكر منا يعني فراق الزعيم في أول عيد. الله يرحمه، الله يرحمه، يعني فراق كبير على الشعب اليمني العظيم، والذي يعاني الآن الشعب اليمني بفراق الزعيم علي عبد الله صالح. صحيح. ولكن نحن نتأمل المراحل القادمة بانتصارات عظيمة إن شاء الله ضد هذه الميليشيات الإرهابية. بإذن الله تعالى. أمس في الحلقة، في حلقة أمس بثينا فيديو، وصلنا عن طريق المشاهدين اللي رسلوا فيديو، ولا أروع والله أنه الأمانة يعني أدمى قلوبنا وأدمى عيوننا في فيديو كان عليكم. يعني محبة نحن والله حزينين جدا 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 يعني بما يحصل للوطن، لكن في تفاؤل كبير ما دام هناك رجال بواسل من الحرس الجمهوري وقوات العمالقة ورجال الرجال. إن شاء الله الانتصارات القادمة في اليمن قريب جدا، وإن شاء الله نجي عيد قادم نحن في انتصار عظيم في الشعب اليمني العظيم. بإذن الله يا أخي عرفات. شكرا لكم، شكرا على هذا البرنامج العظيم وعلى قناة اليمن الذي دائما تبث اليمن اليوم الذي دائما تبث يعني السعادة لقلوب اليمنيين. الله يسعدك، تحياتي لكل من عندك، وتحياتي للجميع. الله تعز دائما تتأمل الانتصارات دائما من المؤتمر الشعبي العام العظيم. ونعم بك وبتعز وبأبناء تعز، ونعم. يلا السلام عليكم. ونعم بالأوفية، شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا نصر. اصبر بس اصلح الاربيل. اهلا وسهلا يا نصر. كل عام وانتم بخير، ونشكر القائمين على قناة اليمن اليوم لما يبذلوه من جهد ليصلنا كل جديد، ورحم الله شهداءنا على رأسهم الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح والشهيد عارف الزوكات. تحيا الجمهورية اليمنية والموت للخونة. شكرا جزيلا لكل اللي بيراسلونا عن طريق الواتساب الخاص بالبرنامج، سواء الرسائل النصية أو الرسائل الفيديوهات. يعني نعرض يا يشرف، يلا تعال نعرض الفيديوهات اللي وصلتنا. والتبريكات إلى الشعب اليمني العظيم، راجينا من الله أن يعيده علينا وإحنا في أمن وأمان. أهني الشعب اليمني وكل القياديين السياسيين من حزب المؤتمر الشعبي العام ومن كل الأحزاب اليمنية بمناسبة حلول العيد الأضحى المبارك، ونهني السفير أحمد عبد الله صالح وكذلك العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونشد بأوزارهم بأن تعود الجمهورية اليمنية وإلى الشعب اليمني الأمن والأمان والرخاء كما كانت في عهد الزعيم رحمه الله وعارف الزوكا رحمة الله عليهم وكل الشهداء الذين ضحوا من أجل الجمهورية. وكذلك الشكر موصول لقناة اليمن اليوم ولطاقمها والإعلاميين المشرفين عليها، وكل عام وأنتم بخير، والجمهورية اليمنية بخير، والشعب اليمني بخير، وترجع يمن الإيمان والحكمة، وكذلك تعود الجمهورية اليمنية بما كانت سابقا. نهني أبناء الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، كما أحب أهني سعادة السفير أحمد علي عبد الله صالح
ونهني أبناء قيادة المؤتمر الشعبي العام في الداخل وفي الخارج، ونهني السفير أحمد علي عبد الله صالح، ونهني قائد المقاومة الوطنية العميد طارق صالح، كما نهني أبناء الشعب اليمني فردا فردا. كما نترحم على الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين العام عارف الزوكة ابن شبوة الوفي المناضل الذي ثبت وناظر إلى آخر قطرة في دمه بجانب الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، ونهنيكم بحلول العيد الأضحى المبارك، ونقول لكم عشتم عزا وفخرا يا شعب اليمني العظيم، وكل عام وأنتم بخير وسلامة وصحة، ونهنيكم أجمعين. من العايدين كل عام وأنتم بخير، نشكر طاقم قناة اليمن اليوم، ونشكر العميد طارق على هذا الواجب الأصيل. كل عام وأنتم طيبين. رحم الله الشيخ عارف الزوكاء والأب الزعيم الناضل الشهيد رحمه الله عليه علي عبد الله صالح. يا حياكم الله، منورين كل اللي ظهروا معنا واللي حيظهروا معنا ان شاء الله في كل حلقات البرنامج. بس يعني الزميل نايف في الفاصل اللي طلعنا به في الفيديو قال له احد من المتصلين اول ما رفع نايف السماعه على طول قال كل جعلت ثم قصده انه قدوا معنا على الهواء. وانت ليش؟ اهلا وسهلا بك، وما فيش مشكله، ام ضيفي في اي وقت، واحنا ندي لك جعاله ابشر بعزك. ما بالله كنوا هنوا، واحنا في الاول والاخير احنا بنحاول ان احنا يعني نسعد الناس، بنحاول ان احنا نظهر بالبرنامج بالشكل ان شاء الله اللي يعجبكم، وعلى بركه الله بنحاول ان احنا نكون عفويين، يعني على اساس انه انتم ايضا تسعدوا. من معانا يا شباب؟ اهلا وسهلا ابو صالح. ابو صالح من شبوه، اهلا وسهلا. محافظة الاوفياء، اهلا وسهلا يا ابو صالح. ابو صالح علي صالح، اهلا وسهلا. متصل ثاني، اهلا وسهلا يا علي صالح. يعني لا ابو صالح ولا علي صالح. عموما يعني كل عام وانتم بألف خير، واهلا وسهلا، ارحبوا على الحاصل جميعكم، يعني انتم كلكم فوق العين وفوق الراس. احنا بنحاول انه ايضا نضيف لمسة العيد، وان شاء الله تكون الجعالة متوفرة في كل منزل باذن الله تعالى. من؟ اهلا وسهلا يا ابو محمد، حياك. كيف حالك؟ طيب. الله يعافيك، كيف حالك؟ من العايدين كل عام انت طيب. من الفائزين كل عام انتم بخير. بالله يسلم لي عليك، عليك الله، على عبد الولي. حاضر. عبد الولي بكاني يوم ذاك وبقيت، والله سمعت انت وانا تكلمه. ما تبكي الا من طيبتك والله ومن محبتك لوطنك. لا لا بس انا تابعك من ايام الثلاجات والتلفزيونات وذيك برنامج برنامج احلامكم شباب. هذا كان بيسعد الشباب، كان بيسعد الشباب كلهم. نورك نورك، الله يكرمك. طيب هذه سلامي وتحياتي لارحامي في مصر احمد بشيم ومحمد جنبكم هناك في الدقي، واحنا نبلغهم السلام. يعني مصر العربيه الشقيقه يعني احتضنت اغلب اليمنيين واحتضنت اغلب العرب لمصر، يعني محبة كبيرة في قلوبنا. بيتي قبل ظهرك على طول. أهلا وسهلا بك، أهلا وسهلا بك. أي خدمة لكم. ونعم بك، سلم ما تقصر. والله مفتاح بيتي فداك يا بندر. ما فيك أي قصور، ونعم بك، بيض الله وجهك، سلم سلم. هذا جوالي، لا تبغى المفتاح نعطيك. لا لا الله يبارك فيك، والله نحن في 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 رخاء وفي نعمة، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، ونعم بك، احنا الحمد لله في نعمة، في نعمة من الله. لا تقلق، واحنا في نعمه من الله، وان شاء الله اليمنيين كلهم يكونوا في نعمه من الله. شكرا لك، بيض الله وجهك، سلام سلام. عماد محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك الشيخ عماد عبد محمد من محافظه الضالح. اهلا وسهلا العميد انا اسف انقطع الاتصال. ابناء الضالع وابناء المحافظات الجنوبيه
كلهم يعني في قلوبنا الأمانة، ما فيش أي فرق بين كل المحافظات. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. صادق من عمران، أهلا وسهلا. بعدان، أهلا وسهلا يا صادق من بعدان، أهلا وسهلا. كل المحافظات اليمنية يعني واحدة، ما فيش أي مشكلة، ما فيش أي تفرقة. أول شيء دعانينا لك خاصة والطاقم قناة اليمن اليوم عامة، وإحنا نبادلكم التهانة وتهانينا للشعب اليمني كافة في الداخل والخارج. يا حياك. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يزيح الله سبحانه وتعالى الغمة عن هذا الوطن بإذن الله تعالى، العزيز على قلوبنا بإذن الله تعالى. قل لي كيف بعدان؟ بعدان تمام، بس احنا في الغربة هذه الأيام. يلا محمد الروقي، أهلا وسهلا. سلام سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخي أشرف، هذا محمد أخي دكتور محمد، أهلا وسهلا ومرحبا. هلا أنت بخير؟ وأنت بألف خير، وأنت بصحة سلامة إن شاء الله. يا حياك. على فكرة رقمكم ما تمسك إلا بعد طلوع من ضغط الاتصالات، من ضغط الاتصالات. الله يقويكم. والله النوت يعني أصوات التلفونات إلى هنا لا عندي الاستوديو من ضغط الاتصالات. الله يعينكم، الله يعينكم يا أخي. كيف حالك يا دكتور؟ والله الحمد لله. تحية لك ولطاقم برنامجك، وتحية للي اختار اسم البرنامج. الله يعزك. ويا رب يا رب عيدنا وطن إن شاء الله نجتمع في بلادنا اليمن السعيد بإذن الله تعالى. وتحية عبر شاشتكم للأهل أبوي تاج راسي العميد أحمد الروقي، نعم، والإخواني جميعا والجميع اليمنيين. وأسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يجمعنا وشعب يمننا في أخاء وبعيد عن الحروب. الناس ملت يا جماعة الخير. صحيح صحيح صحيح، وخصوصا الناس اللي خارج الوطن، خارج داخل يا بندر. صحيح، يعني الناس عايشة ومرتاحة، وإحنا لمسة يعني لمسة اليمن من أيام 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 وهو مرتحل ومغترب. صحيح، والبلد فيها خير بإذن الله، وبايقع خير، بايقع خير، بس تفرج بإذن الله، ما باقت إلا مفرج بإذن الله تعالى. المهم خلنا في فرحة العيد إن شاء الله، والأمور طيبة إن شاء الله، ويدها خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. كيف الأجواء العيدية في الإمارات؟ والله الحمد لله، لولا شوية الجو حار وكذا والأمور طيبة بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. تحياتنا يا دكتور، تحياتنا لكل كل زملائك وكل أصدقائك وكل أحبابك في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتحياتنا لكل اللي بيتواصلوا. يعني أفرحتنا باتصالك يا دكتور. الله يحفظكم. والله حبيت أشارك من بلاد زايد الخير، اللي صراحة تحس كأنك في بلدك، كما أيضا أنت تحس في القاهرة أنكم بين أهلكم وناسكم. الحمد لله الحمد لله، الواحد يحس في بلاد الدول العربية انه بين اهله وناسه، ما يحس بغربة، بس يظل الواحد يشتاق الأربة. صحيح، بلاد العرب اوطاني. ونعم بك يا دكتور، بيض الله وجهك. سلام سلام، حياك مع سلامة الله. مع سلامة الله يا دكتور، سلام، بيض الله وجهك. اهلا وسهلا، من الصلاحي؟ عبد الملك الصلاحي. اهلا وسهلا يا عبد الملك، كيف حالك؟ الله يحييك، كيف الحال؟ الله يعافيك. والله أولا نهني الشعب اليمني عامة. معك. الله يحيي. نهني الشعب اليمني عامة، ونهني قيادة المؤتمر سواء كانت في صنعاء بقيادة الشيخ صادق أمين أبو راس أو في الخارج. فالحزب ما زال متواصل، وما زال متواصل ومتماسك، ونسأل من الله أن يعيد اليمن لما كان عليه قبل 2011 بإذن الله. ولا نحمل أي ملامة على قيادة المؤتمر الشعبي العام في أمانة العاصمة، ونسأل الله لهم السلامة، ونسأل من الله أن يكون عيدهم سعيد ومبارك، وأن يعود المؤتمر الشعبي العام كما كان عليه في السابق بإذن الله، ويواصل المشوار على ما هو في الميثاق الوطني بإذن الله. ونشكر إدارة القناة على عملهم الناجح رغم كل الصعوبات وما عانوه،
من مشاكل ومن ميليشيات الحوثي وكهنوتيته وأذناب إيران، ولكنهم أثبتوا للعالم أنهم إعلاميون وأهل قدرة والمبدأ وضمير، وأثبتوا لكل ما من كان يتوقع بأن المؤتمر الشعبي العام سينهار، لكنه يا ما زال يواصل المشوار وبقيادة سواء إن قتل علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، فهناك مليون علي عبد الله صالح، وهناك مليون الزوكا، وهناك الكل المؤتمر الشعبي العام، رغم أن هناك تخلخل في الحزب وهناك في نقص في الإدارة، لكنه بحفظ الله سبحانه وتعالى الحزب متماسك وكلنا مع الحزب والعالم والحزب المعترف به شعبيا ودوليا، ونسأل من الله لكم التوفيق والنجاح في أعمالكم في قناة اليمن اليوم، وتحياتنا لكم جميعا. بيض الله وجهك. سلم سلم وجهك. سلم الأخ عبد الملك الصلاحي، شكرا جزيلا لك. أبو مهند، بعد أبو مهند يا أشرف جهز الفيديوهات لأنه الناس منتظرين. أهلا وسهلا يا أبو مهند، كيف حالك؟ لعد جهز فيديوهات يا محمد، كيف حالك؟ منور، لا يزلج عليه الكرت مثل أمس. خلاص احنا قلنا بعدك. أنا أمس أول المتصلين، ونعم بك. أنا أشكر جميع قناة اليمن اليوم، الشكر لله، وعبد الولي نمران وفيصل الشبيبي. يا أخي ليش ما يطلع يقدم نشرة الأخبار فيصل الشبيبي؟ نشوفه نشوفه يا أخي. أوكي أنا أرجوه منكم خلوا يطلع نشوفه حتى مرة واحدة، الساعة واحدة ونص ولا الساعة ثلاث ونص ولا نشتي نشوف فيصل الشبيبي يا أخي. معذر من خير، رجل شجاع، معذر من خير. وهو ونتقدم بالتهنئة أهل العميد طارق محمد عبد الله صالح ويحيى محمد عبد الله صالح والسفير احمد علي عبد الله صالح والعفاش جميعا، وانا اتقدم بالتهنئه الخاصه لاولاد عارف الزوكة، لاولاد عارف الزوكة، الرجال، الرجل الوطني المناضل الشجاع، وتهنئه ورحم الله الزعيم والامين رحمه الله عليهم. لو تشوف يا ابن جدي انا خارجك مخارج العيد شويه، انا اقول لاخواننا المغتربين والله انهم هناك احسن، ان احنا مغتربين يا بندر واحنا داخل الوطن، والله ان احنا الان في صنعاء ان احنا بنشتغل بجوش، ان احنا مغتربين معانا ميليشيات لا تعرف لله ولا رسوله، انه ياخذك من الشارع يا بندر يقول لك سدد 5000 6000 تصير تشغل صبه صبه يا بندر، والله اننا نعرق زي الحمير وعاد احنا نصلي جوله تعز مسكونا بالنقطه. يا اخي هذا الناس يا اخي نشتي نرجع لعهد الزعيم، كم يا مظالم علي عبد الله صالح، كم يا مظالم، والاستقرار اين، التنميه بعهد من، الجوامع بعهد من، الطرقات بعهد من، الجامعات بعهد من، يا اخي خرجوا ذي ب 2011 انكبونا، الله ينكبهم الله ينكبهم، خلنا دحين نتحد احنا وياهم، ونشكر الويه العمالقه والابناء الحرس الجمهوري والجيش الوطني، هذا اللي هم يسموه الجيش الوطني، الجيش التايواني، انا اقول الجيش التايواني، شوفوا ابناء الجيش الصح، شوفوا الويه العمالقه وشوفوا الحرس الجمهوري على الساحل الغربي، انتم الان تقدمتم في صعده احنا لا جنبكم رجال، انتم رجال اتحدوا ضد الحوثي، احنا نشتري من ظهر البلد، احنا يا بندر والله العظيم ان احنا دينكم خبز وما معابش الكبسات هذيك بعهد علي عبد الله صالح، معابش الاكل هذا كان، معابش المشوي، معابش، رجعونا يا ناس، احنا نطالب ايقاف الحرب. اتضرروا يا اخي بندر المواطنين، وانا اقول للاخوان المغتربين ليت والله واحنا جنبكم بالامن والاستقرار، ما امناش عند الحوثي يدينا ضربه صبوح ضربه عشاء الكلب يعني، بس والله الغربه الغربه الغربة, 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 الغربه في كل الغربه في كل الغربه في كل الاحوال كربه، ومش داري ايش ايش المشاعر اللي بيعيشها، لكن معذر من خير، معذر من خير، وانه يفتشنا واحنا دوله تعز لنا الله خير ولا بارك لهم، مش صح مش صح مش صح كل اللي بيحصل، معذر من خير. شكرا لكم يا بندر، وانا اشكركم والحمد لله على سلامتك انت وفيصل الشبيبي، الله يعزك، وعبد الولي انا اشكرك، الله يسلمك، والله لو نتسلف الفلوس سلف نتصل لكم، الله يسلمك، الله يسلمك، لو نتسلف سلف نتصل لكم، وشكرا لقناه اليمن اليوم، بيض الله وجهك، من مصر وقناه اليمن اليوم حق اليمن لهم لهم لهم، وشكرا خير لكم، وشكرا لكم اذا خرجتوا القول هذا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا، احنا نتقبل كل الاراء، اهلا وسهلا. عماد 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 اللي فصل على الخط اول، انا اسف، تفضل. اهنيك يا اخي بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، واهني العميد طارق محمد عبد الله صالح والعميد احمد علي عبد الله صالح بمناسبه عيد الاضحى المبارك، واهني الاخ مكرم احمد المحمودي بمناسبه عيد الاضحى المبارك، واقول لهم
كل عام وانتم بخير والشعب اليمني بألف خير ان شاء الله. وانت بألف خير، شكرا لك. شكرا لك يا اخي عماد، شكرا لك. نطلع بالفيديو. وانت اهلي واخواني في مديريه الحشام محافظة الظاهر بمناسبه عيد الاضحى المبارك. يستاهلوا، يستاهلوا كل ابناء الجنوب يستاهلوا. ونعم ونعم بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لك، شكرا لك. نطلع بالفيديوهات، باقي الفيديوهات اللي وصلتنا ونرجع لكم بإذن الله تعالى. أرفع أجمل التهاني والتبريكات إلى الشعب اليمني ورحمة الله على الزعيم علي عبد الله صالح وعارف عوض الزوقة، الاسم أسامة محمد الجويري. كل عام وأنتم بخير. أحب أهني قناة اليمن اليوم، وأهني العميد طارق محمد عبد الله صالح، وأهني السفير أحمد علي عبد الله صالح حفظهم الله، وأترحم على الشهيد الزعيم الخالد علي عبد الله صالح رحمة الله عليه. ولا نامت أعين الجبناء ولا حوثي بعد اليوم، لا حوثي بعد اليوم، لا حوثي بعد اليوم. بمناسبة عيد الإضحى المبارك أتقدم بأسماء التهاني والتبريكات إلى المجاهدين في جميع الجبهات وإلى الأسد العميد طارق محمد عبد الله صالح والإخوان فهمي حسام محمد وإلى بسام حسام محمد وشوق حسام محمد وإلى عدنان عبد محمد وإلى الأخ العزيز الغالي مهيب عبد محمد حسان عضو في مؤتمر الشعبي العام حفظه الله ورعاه، وإلى جميع أخواني الذي لم نذكرهم وإلى جميع الأصدقاء والأهل والأقارب في اليمن حفظهم الله. أنا صلاح البعوم من محافظة إب، أهني السفير أحمد علي عبد الله صالح حفظه الله والعميد طارق حفظه الله بعيد الأضحى المبارك، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف خير وبصحة وسلامة ومن نصر إلى نصر، وأيضا الرحمة والخلود للشهيد الزعيم الخالد صالح وأمينها الشامخ الأستاذ عارف عوض الزوكة رحمة الله عليهم، وهي أيضا لقناة اليمن اليوم والعاملين عليها، فلكم مني كل الحب والاحترام والتقدير. بأي حال عدت يا عيد بماض أم فيك تجديد، هذا تجديد 2011 ما وصلنا إليه. حياكم الله جميعا، وتحية لكل الزملاء المتواجدين هنا معنا في في القناة إلى هذه اللحظة، وأيضا هي مني للزميل العزيز هيثم جسار. من معنا يا شباب؟ سهى من؟ أهلا وسهلا يا سهى. مساءكم كغيمة السعادة تزود بالفرح، مساءكم ضحكة زيادة تزيدكم مرح، مساءكم التباشير مساءكم فرح، مساء النور والفل والورد منور أستاذ العزيز بندر الروقي. الله يكرمك، سلمي سلمي. ونعم. عيد أضحى مبارك وكل عام وانت بخير وانت بألف خير. كما أوجه أحلى وأجمل تحية للجنود المجهولين المتواجدين خلف الكواليس، معدين ومخرجين ومنتجين، كل كادر قناة اليمن اليوم. أنتم بستان من الورد يفوح بيروح لكل المحافظات، طبعا لحد الآن ما بنعرفش أسماءكم بس مكانكم في القلب، ومشكورين على كل الجهود اللي بتبذلوها. الزملاء كلهم موجودين، أنا أشرف عقيل، نايف المرير، هيثم عبد الكريم الأنسي، كل الزملاء ما بيقصروا، إبراهيم الموي، يعني يحملوني أضع على السلامة الحين عشان لا أحرج مع الزملاء، ما السنامي، في زملاء كثيرين. أكيد مشكورين صراحة، نعجز مش قادر يعني الكلمات بتكون قليلة بحقكم، مهما كتبنا مهما قلنا فهي تكون قليلة بحقكم، لأن أنتم تبذلوا مجهود كبير وتشكروا على كل شيء تبذلوه لنا. كل عام وأنتم بخير وفي خير، الله يعيد علينا العيد ونحن محتفلين بالفرح والسلام والأمن والاستقرار والتصالح والتسامح في مختلف ربوع وطننا اليمن الكبير، وبإذن الله غدا سنغني سنرقص سنفرح في العاصمة صنعاء معا جميعنا جميع أبناء اليمن المتواجدين في الخارج.
الفاري من الموت، موت ملفية الحوثي. أتمنى لكم العودة للوطن بألف سلامة، وأتمنى النصر لطارق وكل القوات المشتركة. سلامي. كمان أوجه تحية خاصة للأستاذ عبد الكريم المدي والأستاذ خالد عوضة والأديب الرائع ابن اليمن الرجل الوطني الأول الدكتور عبد الناصر مزلي. أنتم رائعون جدا ووطنيون جدا، كل عام والوطن يفخر فيكم. تحياتي لكم جميعا ودمتم في أمان الله. دمتي في أمان الله، شكرا لك، شكرا لك. من يا شباب؟ ألو. أهلا وسهلا يا أبو عدي. مساك الله بالخير يا عبد الوليد. مساك الله بالخير العافية. منور نورك المشاهدين جميعا إن شاء الله. نورك. بندر معك. حياك الله يا أخ بندر. حياك. ونعم فيك، ونعم فيك يا أخ بندر. والله أنا لو أنت قريب إلا أقبلك في راسك والله. الله يكرمك، الله يكرمك. لأنك ضليت علينا ذاك اليوم، وأتمنى أنك ترددها. رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي أياتها الدنيا نشيدي، رددي واعيدي واعيدي، واذكري في فرحتي كل شهيدي. شرب عزك ولا تقلق، كل الأمور إن شاء الله طيبة، ولا تقلقوا بإذن الله تعالى، كل الأمور طيبة طالما أنتم موجودين معنا، وطالما وكلكم يعني قلوبكم على الوطن. اي مشروع دخيل على الوطن اكيد نحن ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله باذن الله. رحم الله الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، ورحم الله الامين عارف عوض الجوكة الله يرحمهما، وكل شهداء الوطن. رحم الله جميع شهداء اليمن الابرار. والله يشفي الجرحى. الله يشفي الجرحى. نعم، وينصرنا على 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 على, على الكانون. يعني احنا هنا في جمهورية مصر العربية بنشاهد الامانة وبنلتقي بجرحى، معنوياتهم كبيرة وتعانق السماء، لكن جراحهم بتألمنا في قلوبنا. نسأل الله الشفاء لهم جميعا. قريب إن شاء الله، قريب ربك يفرجها بإذن الله. ربنا كريم، وإن شاء الله إن شاء الله أيضا يلتم جرح الوطن بإذن الله، ينصرنا على المجوس هؤلاء بإذن الله. معذر من خير، معذر من خير. أولا أتقدم يعني بالتهنئة إلى العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونعم بمن ذكرت، وإلى الأخ العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، ونعم وثلاثة صراحة معا. ظهور الـ 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 يعني القيادة المؤتمرية بجانبه صراحة يعني ترفع الرأس، أحمد عبيد بن داغر وغيره وغيره. وأتمنى من القيادة المؤتمرية اللي في صنعاء أن يوقفوا المشروع الكهنوتي هذا ويرفعوا ريسانهم شويه، لا ينزلوا. ما حد داري كيف ظروف الناس، ما نشيش نسمي اسماء، ما حد داري كيف ظروف الناس، وما حد داري كيف ظروف احنا قلنا المؤتمريه يعني ما حد ان شاء الله ما حد داري كيف ظروف البلد ايضا. نعم احنا قلنا المؤتمريه ان شاء الله هذا يرفع ريسانا يعني شويه. ما عدم خير، عيد خير باذن الله. اسلام خلاص بطلنا. ابو كهلان اهلا وسهلا. اخ بندر. ايوه معك. اقول شيء هني العميد طارق من عبد الله صالح. اهلا وسهلا. نجي هني الحرس الجمهوري. اهلا وسهلا. نجي هني العميد احمد علي عبد الله صالح. يا حياك. اقول له كل عام وانت بألف ألف خير. وانت بألف خير. والعميد يحيى محمد عبد الله صالح. يا حياك. ورحم الله الزعيم علي عبد الله صالح. الله يرحمه. والعميد والاخ عارف الزوقة. الله يرحمه. واشكر دوله الامارات وكل من اهتموا باحمد علي. ايش؟ واقول لدوله الامارات اهتمي باحمد علي. واحمد علي استاهل التهنئه فعلا. وعندي كل اثر علي عبد الله صالح. ونعم بك، سلم سلم، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، سلم. وأشكر طاقم قادة اليمن اليوم. تحياتي لك، تحياتي لك، شكرا 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 شكرا. نطلع باقي الفيديوهات يا شباب يلا. اسمي علي عمر إبراهيم عقيل من مديرية المغلف محافظة الحديدة. نترحم على الشهيد القائد المشير علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق، رئيس المؤتمر الشعبي العام،
ونترحم على رفيق دربه عارف الزوكة، وما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون، ونشد على الرجال الذين في الجبهات وعلى رأسهم العميد طارق محمد عبد الله صالح، ونتمنى عودة السفير أحمد علي إلى اليمن لأن في عودته خيرا للمؤتمر والمؤتمريين وللحرس الخاص والحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا، كما أتمنى من محافظة تهامة محافظة الحديدة وإقليم تهامة أن يهب هبة رجل واحد حبي لهذا الرجل العظيم علي عبد الله صالح، هو من أمرني أن أكتب كلمات متواضعة وأرجو أن تنشر حتى يرتاح قلبي ويطمئن إني أديت الذي أقدر أستطيع أديه. هذه القصيدة قبل وفاته، وكنت أتمنى أن ألقيها على مسامعه وهو حاضرا في الحديدة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. هذه القصيدة بعنوان هذه كتبتها عند حادثة النهدين، مسجد النهدين. قلت فيها: قل لأهل الغدر مهلا فلا بد من يوم يصف الحساب، وقل لهم إن مجيئنا جهرا ألا إن الغدر من طبق الكلاب. علي من دار عزة قلوب الأسود له هاب، تلقى من ربه علما أطاه من خيره باب، وأختار من الخيول شعارا ونادى الناس كلهم جابوا. وأصدر لكم أفوا ومأظم رجالكم تابوا، وما زادوا إلا ذلة تآمروا ولكنهم خابوا. اليوم حققت لهم شرعا، قل للأميد طارق اليوم حققت لهم شرعا كل ذي في أهدنا عابوا، ولا تصدق لهم أهدا سوداء قلوبهم وإن طابوا، وأصدر حكمك غيبا على الحاضرين ومن غابوا، ولله في أمره شريعة قال للمفسدين قصوا الرقاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهني أحمد علي عبد الله صالح كل عام وأنت بخير. كل عام وأنتم الوطن بألف خير. في هذا المناسبة العظيمة أحب أهنى الوالد والوالدة جميع الأهل والأصدقاء، كما أهنى تهنى خاصة للعميد الرقم طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية، كما أهنى المقاومة الوطنية حراس الجمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية، كما أهنى تهنى خاصة للسفير أحمد علي عبد الله صالح أمل اليمن القادم، كما أترحم على أرواح الشهداء الشهيدين علي عبد الله صالح وعارف عوض الزوكاء وجميع شهداء الوطن الأبرار، من نصر إلى نصر دمتم ودام الوطن في ألف خير. يا حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بالجميع، متصلين ومرسلين فيديوهات وأيضا رسائل نصية اللي بتظهر في الشاشة. أهلا وسهلا من في رسالة مهمة، يعني هو حلو جميل ورائع يعني هذا المحبة لكل العفاش، ولكن أيضا أنا يعني أمنيتي الشخصية أنه أيضا تترجم ويتم التحرك بشكل أكثر فاعلية. زي ما قلنا في هاشتاج اسمه كلنا احمد علي، تحركوا في مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انه يسمعوا العالم كله صوتكم ويعرفوا محبتكم لهذا الرجل الرائع. من اهلا وسهلا يا اخي عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك طيب؟ اهلا وسهلا، تحياتي لك والمشاهدين الكرام. التحيه لك وعيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير والوطن ان شاء الله في خير وعافية.
الموضوع تهنئة. أحب أهنئ أخوان المجاهدين في الجبهات المقاومة الشعبية والجيش الوطني وحراس الجمهورية يا حيا. وأتمنى في هذه اللحظة الفارقة أن يتوحدوا ويوحدوا سهامهم ضد الميليشيات الحوثية بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. هذا ما حبيت أوصله. أهلا وسهلا. أتمنى لكم وقت رائع. أهلا وسهلا. أسلم. والسلام عليكم. بيض الله وجهك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بدران أهلا وسهلا يا أبو بدران. أهلا وسهلا يا أبو بدران. حياك يا أبو بدران. يا أبو بدران. فصل. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنأ السفير أحمد علي عبد الله صالح والعميد طارق محمد عبد الله صالح ورجال المقاومة في الساحل الغربية وكل طاقم قناة اليمن اليوم والإعلامي الكبير فيصل الشبيبي، ونقول لهم كل عام وأنتم بألف ألف خير. مهنئكم. توفيق القاضي. من يا شباب؟ أهلا وسهلا يا محمد. نعم بالله. وطي صوت التلفزيون عندك يا محمد. وطي التلفزيون يا ولد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حولنا يا اخي حولنا. خلاص احنا حنحول لك رصيد. حاضر يلا. وطي الصوت. وطي الصوت وطي الصوت. يا محمد احنا ما سمعناكش الامان، واحنا يعني نعتذر منك. اهلا وسهلا. من؟ الو بندر. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا اخ ابراهيم. والله انا اتصلت قبل امس، الان معي تهنئة خاصة للعميد احمد علي عبد الله الصالح. ونعم بك. اهني العميد علي عبد الله الصالح تهنئة من صميم قلبي. ونعم بك. وجه له رسالة من محب، وعندي فراسه ان احمد علي عبد الله صالح سيقود اليمن باذن الله تعالى، وسيوصل اليمن لاعلى المراتب الدوليه ان شاء الله. ربنا كريم. ليش ما يتحرك العميد علي عبد الله صالح؟ نشتي نسمع صوته، نشتي نسمع له، نشتي احمد علي عبد الله صالح نسمع صوته. لماذا؟ بايقع خير. لماذا ما يطلع في القنوات يلقي خطاب يطمننا، يرسل الشعب اليمني كله يحب احمد علي عبد الله صالح. ونعم بكم ونعم بكم، وخاصه تهامه. ونعم ونعم. وهو يبادلكم المحبه بالمحبه، خاصه ابناء تهامه من حرر لا حدود وراء الحدود الهجزه. كفو. كلنا مع احمد علي عبد الله صالح. كفو. بيض الله وجهك. وادعي من الله العلي القدير ان يقود الرايه احمد علي عبد الله صالح. معذر من خير. وعبده الايمن طارق. نعم ان شاء الله تعالى. ونعم. والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ابو كنعان. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا ابو كنعان. كيفك يا ابو يا استاذ بندر؟ الحمد لله ابو رافي. كل عام وانت بخير ان شاء الله وصحه وسلامه ان شاء الله. وانت بالف خير وصحه وسلامه. والله حابين نهني الشعب اليمني كافه وطاقم اليمن اليوم خاصه بحلول عيد الاضحى المبارك. ونعم بك. عاد الله علينا وعليكم اعوام عديده. امين. ونحن في صحه وعافيه. امين. ومن يسمع ومن يقول. امين يا رب. ونعم بك. ايوه كيف حالك؟ اخبارك طيب؟ الحمد لله. وانتم كيف حالكم؟ اخباركم طيبه؟ والله الحمد لله في نعمه يا رب. كيف العيد معكم؟ والله العيد تمام ماشي الحال، بس في الغربه كذاك عارف. في العيد في الغربه. انت من اي محافظه؟ والله من محافظه عمراء. اهلا وسهلا. كيف الاجواء العيديه في محافظه عمراء؟ والله ما ادري، انا في السعوديه الان. ايوه بس ولا قد عشت ولا عيد في محافظه عمراء. لي 4 سنوات في السعوديه. قبل الـ4 سنوات اكيد انه ما في شيء تغير.
ما لا بالنسبه للاجواء العيديه يعني كيف بتعيشوا طقوس العيد في محافظه عمان؟ تغير الحين كثير، تغير كثير، كان اول صح اول لا لا انا اقصد الطقوس ولا ما 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 بشكل عام هو تغير، انقطعت على الناس المرتبات، راحت الفرحه، دمرت البلاد والى اخره، لكن التفاصيل التفاصيل العيد يعني الزيارات، الاهل اين بتروحوا، اين بتقضوا العيد، فين بتروحوا في الاماكن الجميله في محافظه عمران؟ والله كويس الحمد لله على ما هي هذا، ولا تغير منها شيء، يعني عاد احنا المناسبات الافراح نفس ما كان اول. يا حياك اسلم. الحمد لله. والله نبغى نهني الشعب اليمني والامه الاسلاميه بحلول هذا العيد المبارك، ونترحم على الشهيد الزعيم الحي في قلوبنا علي عبد الله صالح رحمه الله عليه، وعارف الزوكا الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. هذا وشكرا يا اخ بندر، ومعي واحد مشارك يبغى يشارك. هاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا بندر؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العايدين فايزين كلهم انت بخير. الفايزين سالمين الغانمين، اهلا وسهلا. الجميع ان شاء الله، كيف حالكم اخباركم؟ الحمد لله، وانتم اخباركم؟ كيف العيد معاكم؟ والله الحمد لله مهيد، قد لنا انا يمكن 5 سنوات أو 4 سنوات نبغى نروح بلادنا وماشي. معذر من خير، معذر من خير، والله انه بيألمنا هذا الشيء، والله انه بيألمنا يعني خصوصا وضع المغتربين خارج البلد، لكن باذن الله يعني بتتعدل الاوضاع، بتتعدل الاوضاع ان شاء الله، واتمنى لبلادنا ان شاء الله التحرير من هذا الكهنوت. معذر من خير، معذر من خير. سلام. والتأييد لاحمد علي عبد الله صالح، كلهم بخير ان شاء الله، طارق وقوات في الساحل الغربي كامل. بيض الله وجهك، سلام. يلا بالسلامة. سلام، مع سلامة الله. يلا أي خدمات يا أستاذ بندر؟ سلام سلام سلام، بيض الله وجهك. وجهك أبيض إن شاء الله، يلا الله يعطيك العافية، بلغ تحياتي للباقة من يمن اليوم كامل. حاضر. الله يستر عليك. حاضر سلام. منو؟ عبد الفتاح. عبد الفتاح عادك معنا على الخط. عبد الفتاح من محافظة الحديدة. ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة. خلونا نستمر نواصل يا شباب، نطلع الناس الفيديوهات. طيب هات هات لنا المتصلين يلا. ما فيش مشكلة، وهنأ الأمة العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأخص بالتهنئة أبناء ردفان الثورة شوقي القطيبي، كل عام وأنت بخير سفيرنا وحبيبنا العميد أحمد علي عبد الله صالح ابن اليمن الغالي على قلوبنا. من؟ ونعم يا ابو علي، كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اشارك؟ اكيد انت على الهواء. عبد العزيز علي. اهلا وسهلا يا عبد العزيز، كيف حالك؟ طيب الله يعافيك، كيف حالك؟ ممكن الحمد لله تمام. يا حياك. ممكن اشارك؟ اكيد. اهني العميد طارق، واهني العميد احمد علي، واترحم على الشهيد علي عبد الله صالح وعارف أول الزوكا، الله يرحمهم، وجميع شهداء الوطن الأبرار. ونعم بك، ونهنيكم بحلول عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني جميع جميل الروح الجميلة لدى أبناء اليمن خصوصا المغتربين خارج الوطن. اهلا وسهلا يا بركات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ومن العادين كل عام وانتم طيبين. فايزين كل عام وانتم بخير. اولا نهني الشعب اليمني، ونهني قناه اليمن اليوم وجميع طاقم قناه اليمن اليوم على راسهم فيصل الشبيبي وبندر الروقي وعبد الولي المذابي. يا حياك. ونقول لكم كل عام وانتم بخير، وان شاء الله من ابداع الى ابداع. الله يكرمك. ونترحم على الزعيم علي عبد الله صالح وعارف الزوكا. الله يرحمهم، الله يرحمهم. الله يرحمهم جميعا، وكمان نهني الاخت فايقه السيد. تستاهل هذه المناضلة الرائعة. اي نعم والله ان مناضلة، ونقبل على رأسها مناضلة مؤتمرية يمنية، نشكرها على نضالها. ونعم بك وبها. ونعم
اسلم اسلم وتحياتي لك يا اخ بندر. اسلم بيض الله وجهك. اسلم بيض الله وجهك يا حسين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك حسين خلف من المملكه العربيه السعوديه. اهلا وسهلا ومرحبا. كل عام وانتم بخير والشعب اليمني في صحه وعافيه ان شاء الله. وانتم بالف خير والشعب اليمني والوطن الغالي باذن الله يكون بالف خير. من نصر الى نصر ان شاء الله. باذن الله تعالى. رد الكهنوتي الميليشيات الفنيه الاجراميه. ربنا كريم. كما نترحم على الزعيم علي عبد الله صالح. يا حياك. الله يرحمه. ونحييك تحيه جلال وكبار واحترام. اسلم بيض الله وجهك. ونحد على ايدي المقاومه في انحاء الجمهوريه اليمنيه ضد الكهنوت والحربي الميليشيات الاجراميه. يا حياك الله ابقاك. سلم سلم. والله لولا الغربه لا نكون اول في الجبهات. بس المعيشه اللي اجبرتنا على الاغتراب. بيض الله وجهك. ونشكرك شكرا جزيلا ونشكرك وكل شريف وكل حر وكل مقاوم ضد الميليشيات الحربيه. الله يعزك. الله يعزك ويعز كل شريف في الجمهوريه اليمنيه ضد الكهنوت الحوثي. الله يكرمك. الله يكرمك. الله سلم سلم سلم. ونشكركم شكرا جزيلا. الشكر لله يا اخوي. سلم سلم بيض الله وجهك. الشكر لله والاشراف الوطنيين الغيرون على الوطن. هذا واجبنا. سلم سلم بيض الله وجهك. سلم بيض الله وجهك. ابو عبد الله. ابو عبد الله من امريكا. اهلا وسهلا. من العايدين والفائزين وكل عام انتم طيبين. كل عام انتم بالف خير. الله يسلمك ويعافيك اخي الكريم. والله ان احنا كيف اقول لك حتى ان احنا تعبنا اتصال فيكم لي ساعه وانا احاول اني اتصل فيكم. يا الله مشتاق وهذا كله علشان اعيد عليكم. والله انه نعم بك وهلا وسهلا بك بس لانه مع ضغط الاتصالات يعني تخيل من داخل اليمن ومن اغلب اليمنيين الموجودين في كل الدول دول العالم. انا اتصل لك من نيويورك. يا الله مشتاق معي الخط. اهلا وسهلا بك. صراحه ما اما الاموات الله يرحمهم اترحم على اليمنيين صراحه لانهم في حاله على بال علام الغيوب. والله يا اخي العزيز صراحه لا تحالف ولا مقاومه نفعت وهم يحزنون كله بيد. لا ضروري نتفائل. ضروري نتفائل خير. ضروري نتفائل خير. ضروري نتفائل خير. معذر نسوي خير بس على اقل شيء يا اخي الكريم يعني نسوي شيء قد لهذا الوطن. اما نحن بنقص كل من يستطيع انه يقدم شيء للوطن. كل واحد يقول ايوه والله ما دخلنا في هذا الوضع الا الحزبية. يا ابو عبد الله كل من يستطيع انه يعمل شيء للوطن اهلا وسهلا به والوطن يتسع للجميع. الله يا كل واحد بما استطاع. كل واحد بما استطاع. كل واحد بما استطاع الوطن يتسع للجميع والوطن وطننا يعني في الاول والاخير مهما يجلس الانسان مغترب لابد ما يرجع لوطنه. مهما حد تنكر يعني خصوصا اللي بيخرب الوطن مهما حد تنكر لوطنه لابد ما يرجع صوابه. ما يقدمون يا اخي الكريم الله بهم على المناصب بهم على الكراسي. اما احنا كمواطنين ما نقدر نقدم له ولا واي واحد يتحمل واي واحد يتحمل مسؤوليه لابد ما يكون ايضا اهل هذه المسؤوليه ويقدم بكل امل. اتمنى ان المسؤولين هذا لا يسمعوك. اتمنى معذر من خير. معذر من خير. بكره اخره. معذر من خير. صحيح صحيح. قل لي كيف الاجواء العيديه عندكم؟ والله يا اخي الكريم كيف اقول لك الاجواء لا عيد ولا هم يحزنون. والله الا اقول لك يعني الوضع لا على رب العالمين. هو ما عيد الله في اليمن لكن لابد ما نعيش الفرحه. لابد ما نوجد بس نجلسنا مع اليمنيين والحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الوضع لا في اليمن صار والله حتى الفرحه ما عاد تجينا. ما عذر من خير والله باذن الله ان شاء الله حيرجع اليمن سعيد وحترجع الفرحه وان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا يعني فان مع العسر يسرا. ويسلموا يسلموا على البرنامج الحلو هذا. الله يعزك. الله يعزك. تحياتي لكل اصدقائك كل احبابك كل اهلك وكل اليمنيين الموجودين خصوصا في الولايات المتحده الامريكيه. شكرا لك. شكرا لك ونورتنا باتصالك. شكرا لك. شكرا لك. طيب احنا وصلنا معاكم الى ختام هذه الحلقه وان شاء الله يعني مستمرين معاكم في برنامج عيدنا وطن.
اذاعه في متسع من الوقت. بكره ان شاء الله حنطلع بالفيديوهات اللي بتوصلنا على الواتساب الخاص بالبرنامج. شاكر لكل الناس اللي تواصلوا بنا، كل الناس اللي رسلوا، كل الناس اللي يعني يهمهم امر وطنهم، كل الناس اللي ان شاء الله يعني سيضعوا اليمن داخل قلوبهم ويبنوا وطنهم ويصلوا باليمن ان شاء الله الى زي ما احنا شايفين الى ما بيوصلوا له الناس، ونعيش حياتنا بامن واستقرار ان شاء الله ونما باذن الله تعالى. كل عام والجميع بالف الف خير، اضحى مبارك، وتحياتي للجميع في امان الله.